مصر كلها حضرت النهاردة عشان تعزي في جنازة فاروق الفيشاوي الله يرحمه. دي هنادي مهنة منهارة في البكاء، متأثرة جدا برحيله عن 67 سنة. دي سمية الألفي مراته، قضوا مع بعض فترة طويلة جدا. هنا دي ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي، ده عمرو محمود ياسين وشهيرة مرات محمود ياسين، ربنا يقومه بالسلامة. دي إلهام شاهين برضو كانت علاقتها كبيرة بفاروق الفيشاوي. ماجدة زكي، الكل كان متأثر النهاردة في جنازته، كان انهيارات وبكاء ودموع لهالة صدقي. جنازة المفروض مش كتير بيحضروها، بيحضروا في العزاء، لكن النهاردة كله حضر في الجنازة. محمد هنيدي، بوسي شلبي ورانيا فريد شوقي منهارة في البكاء برضو، كلهم ليهم مواقف وأفلام معاه. هنا لحظة وصول سمية الألفي، هنا أحمد الفيشاوي بيحمل نعش والده الله يرحمه، كان محبوب من الكل. رشوان توفيق، لسه مراته اتوفت من كام يوم ولكنه أصر إن هو يحضر عشان يعزي. عمرو محمود ياسين، عزوز عادل، أشرف زكي نقيب الممثلين، ده ربنا يكون في عونه. كل يوم جنازة، لسه امبارح في والدة يسرى. جماهير غفيرة حضرت عشان تعزي وتودع فاروق الفيشاوي، الكل بيقول إنه كان طيب وخدوم، بيحب الناس كلها. الله يرحمه. هاني مهنا حضر هو وبنته هنادي، هنادي كانت منهارة في البكاء. دنيا عبد العزيز، بوسي شلبي وأشرف زكي نقيب الممثلين، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومي للسينما والمخرج عمر عبد العزيز. أنا هنادي مهنا متأثرة جدا. عماد رشاد ونضال الشافعي، ده عماد رشاد، معظم الفنانين حضروا النهاردة في الجنازة. رجاء الجداوي، هنا بتاع أصيلة برضو بتعزي في كل واحد يتوفى. كاملة أبو ذكري، خالد عبد الجليل، هنا خالد عبد الجليل وحسام الحسيني اللي هو ابن نهال عنبر وعزوز عادل ابن مجدي الحسيني برضو حسام الحسيني. سامح السريتي، نهال عنبر وحسام الحسيني ابنها. سمية الألفي، عانت كتير سمية الألفي في مرضها،
ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف كان لسه بيحمل نعش والدة يسرى امبارح، سامح السريتي، عمرو الليثي، إلهام شاهين طبعا متأثرة جدا، آسر ياسين، طارق لطفي، بيومي فؤاد، كانت مظاهرة حب النهاردة في الجنازة، سمية الألفي ومحمد ممدوح مسنود على ذراعه، هنا لحظة وصول سمية الألفي، نجلاء بدر وسمية الألفي، محمد ممدوح وسمية الألفي، محمد هنيدي، هنا هنادي مهنا وهي بتعيط متأثرة جدا لرحيله، وفاء عامر وزوجها وآيتن عامر، جميلة عوض، رانيا فريد شوقي كانت منهارة في البكاء، وماجدة زكي جنبها وبوسي شلبي، أنا هنادي مهنا، بوسي شلبي ورانيا فريد شوقي، دنيا عبد العزيز والمخرج عمر عبد العزيز، فيدرا، شهيرة زوجة محمود ياسين، نادية الجندي وشهيرة، نادية الجندي شاركته الله يرحمه في أفلام كتير، منة بدر تيسير، نهال عنبر نهارها في البكاء برضو، الله يرحمه كان محبوب من الكل، أحمد عزمي، نادية الجندي وشهيرة، بصورة تانية ليهم نادية الجندي وشهيرة، أحمد الفيشاوي منهار في البكاء برضو، رحيل الأب صعب جدا، ربنا يصبره ويعزيه، رانيا فريد شوقي وأحمد الفيشاوي، هنا جماهير غفيرة أصرت إن هي تحضر عشان تودعه الله يرحمه، دي هنادي مهنا،
محمد ممدوح وسمية الألفي، ربنا يعزيهم ويصبرهم.